اهلا بكم. النهارده لقاء من طبعا من طراز خاص، النهارده لقاء متعه خاصه جدا في عالم العيون. قصه مثيره النهارده، لكن خليني اقول لكم انه اكيد اكيد النظر مهم جدا، واكيد اكيد برضو ان النظارات او النظاره الطبيه شيء لبعض او لكثير من الناس مزعج، لبعض الناس، مش هقول ان كل الناس، في ناس بتحب شكلها بالنظاره، لكن النظاره السميكه ما حدش بيحب شكله بيها اكيد. محدش بقى يعني ممكن نظارة لو ايه يعني رقيقة كده وشياكة ماشي، لكن النظارة السميكة لا، نو واي نو واي. والنظارة طبعا يعني لما حد مثلا يلبس نظارة سميكة وياخد نظارة، هو ما بيشوفش شكله، هو بيشوف شكل النظارة. لو بيشرب شاي او قهوة في مكان او بيشرب شاي او قهوة وهو سايق، هتبخر في النظارة تبقى نصيبة سودة. لو بيشتغل شغلانه معينه والحر وبتاع ولابس النضاره، بخرت الدنيا، النضاره اتقفلت. لو اختلف النضاره اختفت خلاص، انا بدور على النضاره، النضاره ما لقيتهاش، ضاعت، اتكسرت، نسيتها في حته، اليوم وقف عند الحد ده. كمان النضاره للاسف في كل المجتمعات، لسه شايف اعلان او يعني كلمه لحد اجنبي امريكي تقريبا، لما امريكا لما بريطاني بيتكلم، تقول لك مش معنى ان انا بلبس نظاره ان انت تتريق عليا. ده في حاجه في يوم معين لعدم التنمر بلابس النظارات. فاذا النظاره في السماكات او في الدرجات العاليه تبقى قاسيه للغايه، خلينا نفهم ده. النهارده عندنا قصه مهمه جدا، قصه مش عارف الخصها لكم لان ما ينفعش تلخص، لانها قصه طويله، قصه استغرقت سنين، وقصة مشاكل العينين لما تستغرق سنين، إذن ستستمع إلى العديد من الحكايات، من المآسي، ربما من المواقف اللي يعني لما الأمور تتصلح بتبقى المواقف دي زي ما تقول تبعث على الكوميديا شوية، لأن أنا خلاص بفتكرها على إنها لأيام وراحت لحالها، لكن لو ما كانتش صلحت ما أعتقدش أبداً إنها كانت هتبعث على الضحك، هتبعث أكيد على الحزن. النهارده لقاء من طراز خاص زي ما انا قلت مع ضيفي العزيز المبدع دائما اللي بسعد جدا باستضافته، واكيد يعني واحد من الاسماء اللي احنا بندين لها بالتفوق. انتوا عارفين ان احنا اخترنا افضل برنامج الحمد لله طبي ل 2019، ده وشوش اخترتنا فيه، وده شكرا ليهم طبعا، لكن الجمهور بتاعنا هو اللي اختار، هو اللي صوت. اعتقد انه صوت مش ليا انا ولا للبرنامج، لضيوفنا في الاساس كمان. واحد من الناس اللي شالت على عاتقها هذا البناء في عالم العيون، استاذ دكتور احمد عساف. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا واهلا بالناس الحلوه، والف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك ليك ومبروك ليك. الله يخليك، ربنا يخليك. البرنامج بيك وانتوا يعني، مش لا ده شرف لينا، ربنا يخليك. ده شرف ليا انا. النهارده معانا يعني ضيفه طبعا عزيزه عليا جدا، وسعيد بانها جت النهارده، الاستاذه اسماء قط. ازيك يا اسماء؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي صحتك؟ الحمد لله بخير. اسماء من الناس الطيبه جدا، الناس الهاديه اللي سعدتي جدا بلقاء، حتى قبل ما انت تدخل دخلت سلمت عليا. اجمل حاجه في سلام الناس علينا ان بيعرفنا. اه طبعا طبعا يعني عارفك. اه طبعا. ده احساس يعني جميل قوي. الاول نبدا، تحب نبدا بالمايه البيضاء ولا نبدا باسماء زي ما انت تحب؟ انا احب اوضح بس نقطه صغيره، ان هو احنا جبنا سيره المايه البيضاء كتير قوي، وقلنا اوقات كتير ان المايه البيضاء معظمها بتبقى جايه نتيجه تقدم في السن، لكن في اسباب تانية للمايه البيضاء، ممكن يكون نتيجه التهابات في العين، ساعات امراض السكر ساعات بتساعد على حدوث مايه بيضاء، التهابات قديمه في العين او حوادث معينه ممكن تؤدي الى حدوث المايه البيضاء. لكن في سبب تاني للمايه البيضاء هو المايه البيضاء الخلقيه، ان يعني انت ممكن تبقى مولود، الطفل يكون مولود هو عنده مايه بيضاء، يعني عنده عتامه في العدسه اللي جوه العين، وهنا تكمن مشكله كبيره جدا ان انت بتحكم على هذا الشخص اللي هو الطفل اللي هو بعد شويه هيبقى طالب في المدرسه، بعد شويه هيبقى شاب او شابه بيشتغل بعد كده، هو يتحمل مسؤوليه بعد كده، هو سواء نفسه او مسؤوليه اسرته، بيعيش حياته بطريقه معينه، لان العمليات الميه البيضاء في الميه البيضاء الخلقيه ليها ظروف خاصه. دايما الطفل لما يكون صغير قوي ونعمل عملية المية البيضاء اللي هو عدسة العين المعتمة بنشيلها، صعب ان احنا نزرع عدسة جوه العين نعوضها، فبنسيب العين من غير عدسة. ليه؟ علشان حجم العين نفسه بيكون صغير قوي، وممكن لو زرعت العدسة ممكن يحصل مضاعفات من اشهرها ارتفاع في ضغط العين ويعمل مية زرع ويعمل التهابات كمان والتصاقات جوه العين. فجرى العرف ان احنا نستنى سنتين يكون الطفل ده يعدي سنتين ونزرع عدسة.
الاساليب لعمل عمليه الميه البيضاء في الاطفال الصغيرين او الميه البيضاء الخلقيه تطورت، لكن من زمان من 10 سنين او 15 او من 20 سنه كان الموضوع ان انا اشيل الميه البيضاء وما ازرعش عدسه، بعد سنتين او بعد اكثر مش مهم، والطفل ده يعيش حياته كلها بنضاره ونضاره تخينه زي ما حضرتك قلت في مقدمه البرنامج. النضاره دي بيبقى ساعات القوه بتاعتها زائد 10 وساعات زائد 11 او زائد 13 وزائد 14. دي مش شكل النضاره بس الوحش، اعتماد الطفل او الشاب على النضاره دي بيبقى تقريبا 110%، مش هنقول 100%، مليون في الميه. يعني من غير النضاره لا شايف لا بعيد ولا شايف قريب، على عكس حتى الناس اللي عندهم قصر نظر. القصر النظر عنده ميزه اللي هو سالب 10 مثلا، عنده ميزه لو من غير نظاره ممكن يقرب الحاجه من وشه او من عينيه على مسافه كام سنتي يعرف يشوف. الزائد 10 او اكتر ما بيشوفش لا قريب ولا بيشوف بعيد، وشكل النظاره مش حلو وبيدي عدم ثقه في النفس، وبيخلي حياتك كلها مرتبطه بالنظاره دي. النظاره دي في يوم لو اتكسرت او ضاعت منك حياتك هتنقلب راسا على، او اليوم نفسه هينقلب راسا على عقب. لما بتيجي تسافر بتسافر معاك النظاره اللي انت لابسها ومعاك نظاره ثانيه احتياطي في الشنطه. ممكن غير ان حضرتك قلت مثلا ممكن سخريه الزملاء في خاصه في المدرسه ممكن يبقى فيها نوع من انواع السخريه مثلا، ممكن حتى ممارسه الرياضه، ممكن ممارسه الحياه العاديه لاي طفل وشاب هيبقى صعب جدا في وجود النضاره. ممكن الصعيد على النضاره دي بعدسه لاصقه، لكن للاسف في المقاسات العاليه اللي هي بالموجب بتبقى العدسات اللاصقه كمان مش مريحه، ان العدسه اللاصقه بتكون تخينه وبتضايق المريض جدا وبتحمر العين بتعمله شكشكه والتهابات متكرره. هنا تكمن المشكله ان في طفل بيتولد يعني بيوعى على الدنيا بنضاره وبيلاقي نفسه مختلف عن بقيه الناس اللي حواليه ومش عارف ليه، ومش نضاره عاديه، نضاره بسبب ان كان في ميه بيضاء او كان في عدسه جوه العين اتشالت عشان هي كانت معتمه وما تعوضتش بعدسه ثانيه. اذا دي المأساة الكونجينيتال الخلقيه الخلقيه. طب ناخد فكره عن حاله، يعني اشرح لنا حاله اسمها، يعني مش ازاي اسمها، هي 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 حاله من الحالات اللي بتشوفها كتير. ناس كتير جدا بيجي لك في سن الشباب ويقول لك انا لابس نظاره تخينه وعايز حل للموضوع. لما بنيجي نفحص بنكتشف ان العين من غير عدسه، العين نفسها مش مزروع لها عدسه، وبنعرف من الاب والام ان الطفل ده او الشاب ده لما اتولد كان عنده ميه بيضاء او كان عندها ميه بيضاء خلقيه واتعملت العمليه وما اتزرعش عدسه في وقتها، وده صح مش غلط بالمناسبه، عشان وقتها تقنيه زرع العدسات ما كانش منتشره، كان تصميم العدسات مش متطور زي دلوقتي، طريقه عمل العمليه ما كانش بنحط في دماغنا او الجراحين ما كانش بيحطوا في دماغهم انه احنا هنزرع عدسه في المستقبل او في القريب العاجل. المهم الطفل ده يبقى شايف كويس، مش مشكله بقى شايف كويس بنضاره ومن غير نضاره، دي مش مشكله، المهم يعيش حياته شايف كويس، يلبس نضاره زائد 10 زائد 15 مش مهم. الحاله النفسيه هنا بتهمل، او حاله الجانب الاجتماعي كمان بيهمل في حاله زي كده اهو. فهي كانت دلوقتي هي شابه مقبله على الحياه وعايزه تشوف حل للقصه دي، هل اعتماد على النضاره دي يعني تقدر تستغنى عنها، او حتى في اضيق الحدود نقلل الاعتماد على النظاره دي شويه، ممكن اخرج من غير نظاره، ممكن حتى لو لبست نظاره بعد العمليه مثلا او عملنا اي اجراء تلبس نظاره حتى لو نظاره صغيره مقاس صغير يبقى مقاس طبيعي زي اي حد تاني ماشي في الشارع. هل في امكانيه حاله زي كده ولا لا؟ هو ده كان الطلب بتاعها. دخل الحاله جت بدات تكشف عليها. هي كشفت عليها، كان هي دلوقتي معمول لها من تاريخ المرضي من الاسره ان الاب والام قالوا ان البنت دي فعلا اتولدت وكان عندها ميه بيضاء خلقيه واتعمل عمليه، وبعد العمليه طبعا ما كانش في زرع عدسه زي ما قلت قبل كده اهوت، ففحصتها اتاكدت من الكلام ده مظبوط، وكان في التصاقات في العين وكان في مشاكل في حدقه العين كمان، يعني ما كانتش بتستجيب للاضاءه قوي، فكانت حتى الاضاءه بتضايقها، اي اضاءه زي اضاءه الشمس كانت بتضايقها، الالتصاقات دي كانت رافعه ضغط العين كمان وبتاثر على كفاءه العصب البصري، فالحاله كان مضاعفه شويه، مش مجرد ان ما فيش عدسه جوه العين، لكن في مشاكل كمان في من العمليه القديمه قبل كده. الصوره دي صوره قبل العمليه. دي كان قبل اسماء قبل العمليه. دي النضاره بتاعتي. ده كان النضاره، خلي بالك النضاره ده ازاز مضغوط كمان.
يعني ده ازاز مضغوط وده غالي مش رخيص بالمناسبه. يعني لما تيجي تعمل نظاره زائد 13 او زائد 12 وتخليها بالشكل ده، ده كده احسن ما يمكن. يمكن لو قربنا شويه صغيرين تلاقي النظاره بتكبر حجم العين، يعني انت تحس ان هي حجم عينيه اكبر من الحقيقي، عشان هي نظاره بالظبط بالموجب، ودي تبقى عدسه موجبه. العدسه الموجبه بتكبر الحاجه اللي وراها على طول، على عكس العدسه السالبه. الناس اللي عندهم قصر نظر بيبان عندهم الموضوع بالعكس، بيبان عينيهم اصغر من الحقيقه، هنا بتبان العين اكبر من الحقيقه. مش بتكلم على الشكل العام بس، بتكلم احتياجك دايما النظاره دي تبقى موجوده على وشك باستمرار. من غير النظاره دي انت مش شايف حاجه. طب هروح لاسماء بقى، ما هو احنا دلوقتي ما قبل، احنا ما زلنا في البدايه. ايه اللي تعرفيه عن اللي اتعمل لك وانت عندك سنتين او قبل سنتين؟ يعني اكيد بابا وماما قالوا لك؟ قالوا لي، هي مامتي قالت لي ان انا بدات البس النظاره من وانا بدات اسحف. كانت كانت عامله لي نظاره وحاطه فيها بتاع كده عشان المسحف ما تقعش. تو نظاره خاصه بيبقى ليها استك تقريبا رباط. كانت بتاعت اطفال بالظبط. بعد كده بقى لما كبرت، لما اصحى من النوم على طول النظاره، اول ما افتح عيني النظاره على طول، قبل ما حتى افكر اروح اغسل وشي او اعمل اي حاجه لازم البس النظاره على طول. حصل لي طبعا مواقف كتير في المدرسه، زي مثلا في مره النضاره اتكسرت وانا في الجاردن يعني، وما كملتش اليوم، خليتهم يكلموا ماما تيجي تاخدني عشان مش عارفه اكمل اليوم، طبعا مش شايفه اي حاجه قدامي، فكان موضوع صعب. طفله صغيره مش شايفه. لو في حاجه تانية بقى التنمر، يعني حاجه مهمه قوي ان هي خليت حد يجي يكلمني يجي ياخدني. يعني هي من غير النضاره مش هتبقى حتى تعرف تروح البيت لوحدي. انا حتى عيطت ساعتها، يعني مش شايفه قدامي يا جماعه. مشكله. انت عارفه ان انت من غير نضاره ما بتشوفيش. كنت ساعتها. بالظبط. غير بقى كلام الاصحاب وحتى من المدرسين نفسهم، كانوا في تنمر كده، ايه ده انت عينك كبيره بالنضاره، طب ليه ما تقلعهاش؟ مدرسين. وانا في الثانوي. وانت في ثانوي؟ ده مدرس ثانوي. والله. ده كلام مهم جدا، انه لازم ادارات المدارس تنبه على المدرسين وطبعا الطلبه، بس الطلبه يعني شيء يجي منهم تنمر ده يعني متوقع ومؤسف، لكن المدرس يجي منه تنمر ده مش متوقع ولا مؤسف، دي جريمه. وهو الطالب زميله برضه دي تعتبر جريمه في رايي، لكن ها يعني احنا لسه ما وصلناش لان احنا نمحي التنمر تماما، لكن مدرس تحصل منه ده يعني فين ده لازم في رقابه ولازم يعاقب معاقبه شديده في حتت معينه. الراجل ده بينتهي شغلانته. كملي يا اسماء. بالظبط. ف يعني بصراحه في الوقت ده اتصدمت جدا، يعني من المدرس بتاعي يقول لي كده. ففي الوقت ده كنت بدات اكبر وكده، فقلت لا يعني نفسي بقى اقلع النضاره دي، كله بيتكلم ويقول ايه ده انت شكلك مش حلو بالنضاره. فكنت لما اروح اكشف اقول له يا دكتور انا عايزه يعني اقلع النضاره دي اعمل عمليه، يقول لي لا انت في عين تنفع وعين ما تنفعش، فطبعا مستحيل نعمل لك عين ونسيب العين الثانيه، فارضي بقى كده وانت على طول هتبقي بالنضاره. بتقال لك كذا مره؟ من كذا دكتور يعني. بس لحد بس يعني قلت خلاص انا هرضى وتمام وهعيش حياتي كده، لحد ما عرفت دكتور احمد ورحت له. كنت رايحه ان انا هعمل نضاره يعني خلاص هعمل نضاره وكده، قال لي لا انت ليكي عمليه وينفع. كنت رايحه كمان مش بهدف حاجه، انت كان هدفك ده خلاص بعدتي عنه. بالظبط. انا رايحه اعمل نضاره بس. فلما قال لي بقى لا انت ليكي عمليه وينفع يتعمل لك عمليه، فكان بالنسبه لي كده حاجه زي بصيص امل يعني. بس يعني نقف عند الحته. جت اسماء تعمل نضاره، تعملها فحوصات اكيد، هنتكلم عن فحوصات، لكن هي قبل كده اوريدي من تجاربها القريبه برضو من الزياره دي اتقال لها لا انت ما ينفعش تعمل، ايه الصعوبه في حالتها؟ دايما لما بنيجي نعمل عمليه ميه بيضاء بنزرع عدسه. من الميه بيضاء زي ما قلنا كتير، بنقول للساده المشاهدين ان الميه بيضاء عباره عن العدسه الاصليه بتاعت العين بتبقى معتمه، فبنشيلها ونحط مكانها عدسه ثانيه. دايما بنسيب حاجه اسمها محفظه خلفيه، باختصار غشاء رقيق جدا بنسيبه، علشان ده اللي بنحط عليه العدسه اللي هنزرعها مكان العدسه القديمه. الاطفال الصغيرين ما ينفعش نسيب المحفظه الخلفيه دي، يعني لازم تتشال لان بتعتم
وبتخلي الطفل مش شايف، يعني ممكن كأن بالظبط المايه البيضاء رجعت تاني، هي يعني ما بترجعش، بس الغشاء الشفاف اللي موجود المفروض يزرع عليه العدسة بيبقى معتم وما كانش ينفع، والمريض مش هيشوف بعد كده أو الطفل بمعنى أصح، فهنا بيتشال. فطبعا لما بتيجي تزرع عدسة بيبقى تقنيا صعب جدا هتزرع عدسة في مكانها الطبيعي من غير ما تلاقي حاجة تسندها، إما هتقع، مفيش المحفظة الخلفية، مفيش المحفظة الخلفية، فهتقع في قاع العين، فصعب جدا. فطبعا الموضوع تطور، إن أنواع العدسات تطورت، طريقة زرع العدسات في الحالات المعقدة، مش عايز أقول معقدة بس هو ده الترجمة الكومبليكيتد يعني معقدة، الحالات الصعبة زي أسماء تطورت في خلال الكام سنة اللي فاتوا دول، فبقى بنثبت العدسة في جدار العين اللي هو في الصلبة أو البياض بتاع العين نفسه، بدل ما ندور على حاجة تسند العدسة من تحت، لا العدسة ليها دراعات بنثبتها في جدار العين من غير ما يبقى فيه محفظة أو ما بيبقى فيه حاجة تانية تسند العدسة من تحت. وده التطور اللي حصل، وبقينا بقينا نتشجع وقادرين ان احنا نزرع عدسات في اطفال كما عمل لهم او شباب دلوقتي كان معمول لهم هم اطفال صغيرين عمليه الميه البيضاء. هنا التكنيك بتاع الميه البيضاء لو ما شايفينه في الانيميشن، هنا بيشيل المحفظه الخلفيه، المحفظه الاماميه، ده الجزء المحفظه الاماميه كده، ده قشره صغيره او كيس صغير بيقشره، وهنا دي الموجات فوق الصوتيه بيشيل الميه البيضاء او العدسه بتاعت العين بيفتتها بالموجات فوق الصوتيه. لكن لو خدنا بالنا ان المحفظه نفسها لسه موجوده، وخاصه الغشاء الخلفي من المحفظه لسه موجود، وده اللي هيزرع عليه العدسه. الدائره البيضاء الموجوده دي، ده معناها ان المحفظه جزء منها اتشال والجزء الخلفي لسه موجود وده شفاف، ويروح زرع العدسه جوه العين. في الاطفال الصغيرين ما ينفعش اسيب المحفظه دي لانها بتعتم، يبقى انا ما عملتش حاجه للطفل، هيقعد شهرين شايف كويس ويرجع بعد كده مش شايف كويس بسبب ان عتامه حصلت في المحفظه الخلفيه. ودول بيبقى صعب جدا علاجهم بالليزر، لا ده بندخل اوضه العمليات تاني عشان نشيل المحفظه كلها، وبالتالي العدسه اللي انا زرعتها مش هتلاقي مكان تثبت عليه وهتقع على الشبكيه وقاع العين، ويبقى الموضوع اسوء. فقلنا خلاص يبقى نعمل الميه البيضاء في الاطفال الصغيرين وهنشيل المحفظه الخلفيه وما نزرعش عدسه، ويحلها ربنا بقى بعد كده، بس المهم الطفل ده يبقى شايف. ده اللي كان موجود من 15 سنه تقريبا يعني. الموضوع تطور، فبقينا نعرف دلوقتي نزرع عدسات. في طريقه ان احنا نزرع عدسات في حاجه اسمها الجزء الامامي من العين، بس دي ليها مشاكلها، بتعمل مشاكل كثيره جدا، ممكن تعمل ميه زرقاء، ممكن تعمل التهابات في العين متكرره، ما تنفعش في شاب او شابه متوقع ما شاء الله يعني يديهم لايف سبان بتاعهم او متوقع ان هم يعيشوا مثلا 30 40 50 سنه قدام، ممكن يعملها الناس كبار في السن شويه، فبالتالي ما كانش مستحب قوي ان احنا نزرع عدسات، فقلنا خلاص يعيشوا بالنضاره وخلاص. لكن الحمد لله ظهر تطور دلوقتي التقني من ناحيه العدسات وطريقه زرع العدسات، بان نثبتها زي ما قلت قبل كده في جدار العين. نورتنا واسعدتنا كالعاده، ويعني النهارده استفدنا استفاده كبيره جدا. لازم المجتمع الطبي كله يفهم، مش بس المجتمع الطبي، الناس اللي عندهم نفس هذه المشكله والعائلات المصريه تفهم كويس جدا. الثقافه تبدا من فهمنا ان هناك حل للمشكله، وهذه احدى الحالات المهمه او الحلقات المهمه اللي احنا حطينا مشكله واوجدنا ليها حل بالفعل حقيقي. اعتقد ان ده مهم جدا في الثقافه العربيه. الحمد لله هو الطب بيتقدم باستمرار، واحنا بنحب نوصل الرساله للساده المشاهدين ان في تطور دايما مستمر ومفيش داعي للاحباط. طبعا عايز أأكد برضو نقطة صغيرة، إن مش كل الحالات بنعرف نتعامل معاها، يعني لو في حد عنده ضمور في العصب البصري على سبيل المثال أو مشاكل في الشبكية، دي صعب علاجها حتى هذه اللحظة، لكن في أمل في القريب العاجل إن شاء الله عن طريق تطور كبير في أبحاث بتتعمل دلوقتي للحالات اللي زي كده هو. لكن جزء كبير من المشاكل كنا بنلاقيها قبل كده ما بنعرفش نلاقي لها حل، بقى في حل ولو بنسبة 70%، فأعتقد ده بيدينا أمل وبيدينا رسالة ان احنا نوصلها للسادة المشاهدين، ان احنا نقدر نساعدهم في معظم الاوقات لحل المشاكل بتاعتهم. نورتيني وشرفتيني. الله يخليك. ضيفتي العزيز المبدع دايما الاستاذ الدكتور احمد عساف، ضيفتي العزيزة اسماء قطب، نورتونا وشرفتونا. الف شكر. خليكم دايما مع الناس الحلوة.